الثلاثة لا الأخيرة. لا 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 بتكلم اذا تكلم تفضل. يا شوف هرجته يلا هرج. اسمع دقيقة دقيقة. ادعو الله سبحانه وتعالى ما في قلوبكم، واسال الله العلي العظيم ان الله يوفقنا واياكم ويرحم موتانا وموتاكم جميعا ويتغمد ارواحهم بالجنه وينقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وبتكلم عن وقف الصدقه الجاري بالبلد الحرام، اجر لك ولمن بعدك في اطهر بقاع الارض مكه المكرمه. اسال الله العلي العظيم من سام في هذا الوقف ان الله يوفقه ويسعد سعاده الدارين ويجمع على ما بين الخير والتوفيق والسعاده. طبعا يا جماعه الخير 150 ريال ما تكلف احد شيء، والله الذي خلق انك تدفع في اي شيء من توافه الدنيا. واذا ما تقدر على قيمه السام ادفع ب 10 ب 20 30 اللي تقدر فيه. اسال الله العلي العظيم ان الله يتقبلها من اللي يتبرعون قبول حسن ويوريهم اياها، والاشياء اللي يعني دعموا بالمبلغ اللي دعموا فيه يعطيهم اياه في الدنيا قبل الاخره. اي والله هذا الكلام اللي كنت بقوله. سلام، ما جزاك خير.